هي المطالب معروفة ومفهومة كلها، بس هم حاطفيها هاي المطالب مال العراقيين، ليش ما أعرف ما أعرف. وبالنسبة للمظاهرات كلها طالعة، ماكو لا طائفة ولا طائفتين، كل الديانات طالعة للمظاهرات، والمظاهرات سلمية إن شاء الله سلمية، ولحد هسه ما بدأ أي شيء أو مكروه من المتظاهرين ضد القانون، وصامدين لحد هسه، لحد هسه صامدين إحنا. وبالنسبة للصليب الحاملة آني الصلب عليه سيد المسيح عليه السلام، والقرآن الكريم الذي أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم يحمي المتظاهرين ويحمي جميع العراقيين والإسلام، كتاب الرحمة، والعراق أهل التاريخ أهل الحضارة. طبعا بالبداية الرحمة والمجد والخلود للشهداء التظاهر، ونطالب طبعا أولا بمحاسبة المجرمين اللي اغتالوا هؤلاء الأبرياء اللي طالبوا بأبسط ما يمكن وهو وطن، أو مطالب بسيطة جدا بالبداية، بس بعد سقوط 500 شهيد زادت المطالب إلى قضايا سياسية وتبديل الحكومة وتغيير الأحزاب السلطات الثلاث، كذلك من أجل إيجاد رئيس وزراء غير متحزب غير محسوب على جهة أو كتلة أو يعني غير يعني المفروض تكنوقراط له خبرة من الشباب المتظاهرين من وسط التظاهر من ساحة التحرير أو من الشعب العراقي 38 مليون 40 مليون، يعني لا يوجد شخصية معروفة أو يعني كفوءة يعني خلي العراق، فضروري إيجاد رئيس وزراء يعني محايد تكنوقراط خبرة شاب كفوء وطني ما عنده جنسيتين مثلا، هاي ضروري من الضروريات، بالإضافة إلى نطالب بقانون انتخابات من وسط الشعب العراقي يعني يضمن مطالب ويشمل كل الفئات أو الشبابية أو العادلة. هي مطالبنا احنا مطالب الشعب الجماهير الشباب اللي طلعوا اللي انتظبوا هذه الفترة، صار لهم تقريبا شهرين ونص، هي نفس المطالب اللي كانت بالقضاء على الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي للشباب، البطالة هواية الفساد هواية، فاحنا مطالبنا من مطالب الشعب يعني مو بعيدة عليهم، ونتمنى أن ولو بدينا نحقق شوية من مطالبنا نتمنى تحقيق مطالب الشباب والجماهير العراقية بشكل عام. أكيد أكيد أكيد، والدليل هو هذا تواجدنا احنا، تواجد الشباب في بغداد وساحات الاعتصام كلها في المحافظات. احنا بساحة التحرير وبكل مكان من البصرة لديالة، مطالبنا واحدة هي مطالب الشعب العراقي، نريد وطن، نريد استقلال هذا البلد، نريد أشخاص اللي يحكمون هذا البلد ناس وطنيين مستقلين همهم خدمة بلدهم وشعبهم، وعندنا هاي مطالب والشروط المتظاهرين قدموها إلى رئيس الجمهورية إلى المعنيين لاختيار الشخص المناسب لهذه الدولة، حتى يكون عراقنا أمان واستقلال، كافي ظلم كافي استبداد كافي قهر، دفعنا دماء كثيرة شهداء، عندنا جرحى أكثر من 15 ألف، كافي نريد ناس تخدم لهذا البلد خدمة وطنية مستقلة حتى نعيش باستقرار وبأمان. احنا مطالبنا معروفة من بداية المظاهرات لحد الآن، وهي إلغاء المحاصصة وتقليل عدد النواب من أهم الأشياء، توفير فرص العمل وتشغيل المصانع اللي هي صار لها كوما يعني ما مشتغلة. اي نعم. لا طبعا بالاوضاع الحاليه ما عندي اي فرصه انه من اتخرج لحلقه وظيفه عمل ولا معترفه بشهادتي، فمن اهم الاشياء انه انا طالبه انه القى وظيفه ورا التخرج. بالنسبه للمدارس يعني هي انتشار المدارس الاهليه اللي تضغط على التعليم الحكومي، هاي من اهم الاشياء.